هلا اذا كانت الفايرنج انجل مثلا 15 درجه، هلا شو يعني الفايرنج انجل 15 درجه؟ مين اللي باخذ 15 درجه؟ كل، بس بالنسبه لمين؟ كل واحد بالنسبه للويف فورم تبعته. يعني ار راح اخذ 15 درجه بالنسبه لار، وين ار الزيرو تبعه؟ فبالنسبه للار باخذ 15 درجه. بالنسبه لاس نفس الشيء باخذ 15 درجه بالنسبه لاس، بالنسبه لتي باخذ 15 درجه بالنسبه لتي. طيب ار بار وين ار بار؟ نيجاتيف، هو النيجاتيف تبع ار. فاذا هون احنا اخرنا ب 15 درجه شوفوا ايش بصير، حاسب الخط الاسود ايش بيطلع معي. راح اخر هذا 15 درجه، هذا 30، فراح يصفي عندي هاي الويف فورم هيك شكل. بعدين راح تضلها تتبع ار لحد النقطة هاي. هون راح يصير عندي 15 درجة. بعدين راح ينزل هون لحد النقطة هاي، هون راح يصير عندي 15 درجة. بعدين راح يرد يتبع ار. ويف فورم معقدة. بس هو هيك اللي بيطلع، هذا اللي بيطلع، يعني هون هي 15 درجة، 15 درجة، هلا خلال 15 هدول درجة ايش كان؟ زيرو، لأنه في عندي واحد الآر والآر بار، واحد منهم طافي، الاثنين طافي. هون ايش تبعنا؟ آر. هون مين تبعنا؟ آر ماينس إس على 2. بعدين هون ردينا رجعنا مرة ثانية آر. خلال الفترة هاي في عندي 3 إس سي آرز، خلال الفترة هاي في 3 إس سي آرز، خلال الفترة هاي في 2 إس سي آرز بس، اللي هم البوزيتيف تبع الآر والنيجيتيف تبع الإس. لما يشتغل البوزيتيف تبع الار والنيجيتيف تبع الاس، مين بتبع؟ ار ماينس اس على 2. بعدين هون برد برجع مره ثانيه، مين بتبع؟ ار. بعدين هون بصير ار ماينس تي على 2، لانه اللي شغال هو ار والنيجيتيف تبع تي. فصار عندي هون تبعنا الار ماينس تي على 2، وبعدين هون ردينا رجعنا صاروا الثلاث اس سي ارز هون، فضلينا ماشيين لحد ما وصلنا عند النقطه هاي، وبعدين عملت سويتشنج اوف. لو زدت هلا هاي ل 45 درجة، شوفوا شو راح يصير، راح يتأخر هذا هلا بمقدار 45 درجة، هي 30، هي 15، فراح يبدأ عندي هون. راح يمشي هون على ار، بعدين هذا راح تنزل لمدة 45 درجة. فراح تصير عندي هي 15 و15 بعدين هون راح تطلع تمشي شوي على ار، بعدين راح تمشي على ار ماينس تي لمدة 45 درجة. وبعدين هون راح ترجع تمشي على ار. راح يصير شكل الويف فورم زي هيك. هي 45 درجة، بعدين مشينا على ار، بعدين على ار ماينس. فزي ما حكيت هلا هون مرسومين، انا حاططهم لك 75 درجة، بعدين بنضلنا ماشيين لحد ما نوصل 210 درجات، بتطلع اشكال مختلفة للويف فورمز حسب الفايرنج انجل اللي موجودة. يعني بحث عن نقطة معينة فوق ال 60، لما الفا اكبر من 60 راح يصير في عندي بس القطعتين هذول اللي هم ار ماينس اس على 2 وار ماينس تي على 2. وبتغير ايش العمالة بتغير خلال الفتره هاي كلها؟ الار ام اس، الار ام اس تبع الفولتج، اللاين فولتج او الكرنت اللي رايح في هذا اللود.